سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا. والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. المكلا ورشة عمل لتنسيق الجهود بين الأمن والمحكمة والنيابة بساحل حضرموت. الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة لسكان مديرية غيل بن يمين. تعادل إيجابي بين شباب روكب وشباب ميفع في تصفيات أندية الساحل ببطولة كأس حضرموت الكروية. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل. أصدر مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير كرامة تميمي قرارا بتشكيل لجنة لضبط مسألة صرف مرتبات منتسبي القطاع الأمني، حيث ستباشر اللجنة مهامها ابتداء من يوم غد الأحد في عدة مواقع، وسيتم تسليم المرتبات عبر اللجنة يدا بيد، وذلك بإحضار أصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية. وأكد القرار على مدراء المديريات والإدارات والمصالح تسهيل عمل اللجنة المكلفة وتجهيز الكشوفات التابعة لقواتهم الفعلية وغير الفعلية وكبار السن والمتوقفين والمفرغين. عقد في مبنى إدارة الأمن العام بساحل حضرموت ورشة عمل مشتركة لمناقشة التنسيق المشترك وفتح قنوات تواصل بين إدارة الأمن والشرطة والمحكمة والنيابة بالمحافظة. ترأسها مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير التميمي، وبحضور العميد أحمد المهيري ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، والقاضي هاشم الجفري رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي شاكر محفوظ رئيس النيابة العامة. وناقشت الورشة جملة من الموضوعات من بينها ضرورة استيفاء الملفات المرفوعة للنيابات من قبل المحققين بصورة قانونية حتى تستطيع النيابة السير في إجراءات القضايا وفقا للقانون، حيث أقر الاجتماع لنجاح ذلك والتوصية بعقد دورات تدريبية وتأهيلية لمأموري الضبط القضائي في الأمن العام، وكذلك قضايا العقار التي أخذت نسبة كبيرة من المشاكل والقضايا التي تأتي إلى المحاكم والنيابة، وكذا إعادة تأهيل مباني المحاكم والنيابة وعقد ورش تأهيلية لموظفي النيابة والمحاكم في محافظة حضرموت تسهم في تخفيف العبء عن إدارة الأمن والشرطة. شرفت لجنة تجديد التعاقدات بمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت من الانتهاء من عملية تجديد العقود وفقا للآلية المتبعة، واستكمالا لتوجيهات محافظ حضرموت في تجديد تعاقدات المعلمين للعام الدراسي 2018-2019 في عموم مديريات الساحل، إذ أنهت اللجنة عملية التعاقدات للمديريات النائية يبعث وحجر وغيل بن يمين والضليعة، إضافة إلى مديريات رياف المكلا والديس الشرقية والريدة وقصيعر وبروم ميفع. وتبقى في جدول المواعيد مديرية دوعن وموعدها السبت على فترتين، فيما تبدأ مديرية مدينة المكلا الأحد على فترتين لمحور مدارس المكلا، والاثنين لمحور حي أكتوبر الديس، والثلاثاء صباحا ومساء لمحور مدارس حي العمال الشرج، والأربعاء لمحور مدارس هو، والخميس الرابع من أكتوبر لمحور مدارس روكب. وتختتم عملية التجديد للتعاقدات في السادس من أكتوبر المقبل لمدارس مديرية الشحر على فترتين صباحية ومسائية. استلمت إدارة مستشفى سيئون العام منحة الأجهزة الطبية المقدمة من مؤسسة دار الشفاء الخيرية، والتوقيع على عقد الشراكة الدائمة بين مؤسسة دار الشفاء الخيرية ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء ومستشفى سيئون العام. وفي حفل التسليم أشاد وكيل حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بالدعم المقدم للصروح الصحية واهتمام مؤسسة دار الشفاء الخيرية بتطوير وتحسين الخدمة العلاجية بمستشفى سيئون العام وإقامتها للعديد من الفعاليات الصحية، خصوصا العيادات الرمضانية التخصصية التي تهتم بها المؤسسة سنويا. وتبلغ كلفة المنحة الطبية 3 مليون و500 ألف ريال،
اشتملت على جهاز عمليات للمسالك البولية ولمبة لغرفة العمليات الكبرى ومضخة حقن للمرضى الذين يعانون من ضعف النبض وجهاز تخطيط القلب لقسم الطوارئ وجهاز تقليب الشرائح لقسم الشؤون الأكاديمية ومجموعة أخرى من الأجهزة لغرف الطوارئ. تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية على محافظة حضرموت ساحلا وواديا للأسر الفقيرة والمحتاجة الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية، حيث قدمت فرق الهيئة توزيع 100 سلة غذائية على أهالي منطقة حرحير بالشحر، استهدفت خلالها 500 فرد، كما وزعت الهيئة 150 سلة غذائية مستهدفة 750 فرد من أهالي منطقة باعلال بمديرية تريم بوادي حضرموت، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك في إطار مشروع الهيئة للدعم الإنساني لتطبيع الحياة للأسر التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية منوعة تم توزيعها على سكان منطقة غيل بن يومين بهضبة حضرموت، وذلك في إطار حملة إغاثية شاملة تشهدها المحافظة في شتى المجالات. ويأتي توزيع هذه المساعدات الغذائية التي تستهدف 5000 فرد واشتملت على 1000 سلة غذائية لسكان مدينة غيل بن يومين ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية التي تنفذها الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأهالي. وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن الهيئة مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية انطلاقا من حرص دولة الإمارات على مد يد العون والمساعدة للشعب اليمني. عقدت بمدينة سيئون مفوضية الكشافة والمرشدات بحضرموت الوادي والصحراء اجتماعها الاستثنائي برئاسة قائد المفوضية القائد فهمي مطران العامري وبحضور قادة المفوضية. وفي الاجتماع وقفت المفوضية على عدد من القضايا في جدول اجتماعها وأبرزها أوضاع العمل الكشفي بحضرموت الوادي والأنشطة الكشفية، إضافة إلى المشاركات الكشفية في اللقاءات العربية القادمة بدولة الإمارات العربية وسلطنة عمان وعدد من القضايا المستجدة. وبعد نقاش مستفيض تم إقرار تنسيق لقاء مع قيادة السلطة المحلية بالوادي لهدف تفعيل النشاط الكشفي والمرشدات بحضرموت الوادي، إضافة إلى إقرار المشاركة في المحافل العربية الكشفية التي ستقام في العام القادم بعد الاستيضاح من الجهات المختصة حول الشروط الأساسية للمشاركين سواء كان في مخيمات الجوالة أو التجمعات الكشفية. توج فريق الثقافي بنادي شباب القطن الرياضي الثقافي بطلا لبطولة حضرموت الثقافية للأندية التي تقام برعاية محافظ حضرموت بإشراف مكتبي وزارة الشباب والرياضة بساحل ووادي حضرموت. ونظمتها اللجنة الثقافية للبطولة تحت شعار حضرموت تجمعنا بمشاركة أندية سيئون وشباب القطن من وادي حضرموت ونصر بروم ونهضة الريدة من الساحل، واستضافتها مدينة القطن، وجاء تتويج القطن إثر حصوله على المركز الأول بالعلامة الكاملة 60 نقطة في نهائيات البطولة التي أقيمت الخميس الماضي، فيما حصل الفريق الثقافي بنادي سيئون على المركز الثاني ب 52.5 نقاط، وجاء في المركز الثالث نصر بروم ب 47.5 نقاط، ونهضة الريدة رابعا ب 27.5 نقاط. جرت عصر اليوم مباراة على ملعب الفقيد برادم بالمكلا، جمعت فريقي ناديي شباب روكب مع شباب ميفع في إطار الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية لبطولة كأس حضرموت السادسة. فادي حقان تابع المباراة وأعد التقرير التالي.
معركة جديدة من معارك المنافسات الكروية الشريفة لأندية ساحل حضرموت في التصفيات التمهيدية للبطولة الكروية الحضرمية السادسة التي تقام برعاية من محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتحت شعار حضرموت تجمعنا. المعركة طرفها كان فريقي النادي شباب روكب وكذلك شباب ميفع اللذان سبقا ولهما أن التقيا في النسخة الماضية وخرجا بنفس النتيجة التي سجلها الفريقان عصر اليوم في مواجهتهما على ملعب الفقيد براد بالمكلا بهدف لكل منهما، وذلك في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما التضامن ووحدة المكلا والصدارة من المسابقة. لقاء لم يقدم فيه الفريقان المستوى المطلوب منهما، خاصة من جانب روكب الذي كان له الأفضلية في الأداء في بداية المباراة للتقدم بهدف نجمه اللاعب يوسف باخميس في الدقيقة 16 من الشوط الأول، لكنه لم يحتفظ بهذا التقدم في الشوط الثاني، فأهدر لاعبه سالم النقح ضربة جزاء تصدى لها حارس ميفع ببراعة. وهذا مما أعطى الثقة لميفع الذي عزز الجهاز الفني صفوفه بعدد من اللاعبين من المكلا أمثال محمد بتوفيق وسامي بومبريك والمايسترو هاني مبروك ليعود إلى أجواء المباراة بتسجيل هدف التعديل عن طريق لاعبه عوض سالم بن زيد في الدقيقة 20 من الشوط الثاني. جمالية المباراة في الحماس الذي دخل به الفريقان قبيل المباراة، لكن الأداء الفني داخل الملعب غاب فحضرت كثرة الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون لتستهلك وقت ثمين من عمر المباراة، إضافة إلى اعتراضات من داخل المستطيل وخارجه على قرارات حكم الساحة أحمد العكبري الذي بدوره لم يتحمل تلك الاعتراضات فأشهر البطاقات الصفراء والحمراء في وجه لاعبين من ميفع ولاعب من شباب روكب، فيما أمر الحكم أيضا بمغادرة المدرب الخضر فضل أرضية الملعب بحجة ذلك، لتنتهي المباراة بتعادل بطعم الهزيمة لروكب وانتصار لشباب ميفع اللذان ملك كل منهما نقطة واحدة. أدار اللقاء في الساحة أحمد العكبري وعلى الخطوط علي باقاية ومحمد أبو عابد ورابعا أحمد العمقي ومقيما للحكام محمد العكبري ومراقبا أنور سعد الله الرباكي نائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة ومن الطب الرياضي محمد كرام عبد. قدمنا مباراة يعني نقول يعني شبه جيدة، يعني ما كان الفريق في مستوى جيد وأهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أهدرنا كمان أكثر من فرصة، ولكن نقول إن شاء الله المشوار قدامنا الوحدة إن شاء الله المباراة الثانية، وبعدها بنقابل إن شاء الله التضامن، وبعدها بنقابل الصدارة إن شاء الله أن نصحصح ونتعلم من أخطائنا في المباراة هذه. مستوى التحكيم يعني صدق وعدي مع احترامي لإخواني في قليل ينقاط، يعني تهدر يعني زي ما بتقول كروت صفر يعني مجانية في البداية، بعدين يحرق الحكم يعني يجي يعطيه كرت أصفر يستحق اللاعب كرت أصفر، بس الكرت الأصفر الأول يعني ما يستحق إنه يكون، يعني الحكم يكون قليل متأني في قراراته، وخصوصا كبداية كرت أصفر يعني ما طلع كرت أصفر إلا هو يستحق اللاعب 1000% مش 100%. لا والله صدق احنا كنا نتمنى الافضل افضل من ذلك، لكن على ما قدمناه اليوم ايوه راضيين بالتعادل، خاصه بس نتمنى في المباراه الجايه ان بنصحح الاخطاء اللي وقعنا فيها، خاصه في الهدف الاول كان خطا من المدافع زي ما شفت الطرد اثر على الفريق. هذا وشهدت ملعبي الشاحت بالشحر وبن سلمان بالغيل عصر اليوم مبارتين، الأولى فاز فيها قصيعر على نصر بروم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المجموعة الرابعة، والثانية تعادل الشبيبة والقارة بهدف لمثله في المجموعة الأولى. وكان فريق كرة القدم بنادي النهضة قد أفلت من فخ التعادل من أمام فريق هلال فوة بفوزه الصعب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مواجهته مع عصر الجمعة ضمن المجموعة الثانية. شكرا على كل حاجة. طبعا المباراه الاولى لها ظروفها، كل ظروفها هذا في نفس الوقت ما انا راضي عن نفسي، انا اقول لك برغم الفوز ان ما انا راضي عن الاداء اللي قدموه فيه، نتمنى ان شاء الله في المباريات القادمه نقدم الافضل ان شاء الله نقول. وعلى ملعب بن سلمان في مديرية غيل باوزير منيا فريق الاهلي بخساره من امام ضيفه فريق سمعون الشحر 0-0 في المجموعه الرابعه. وفيما تعثر حمل اللقب فريق شعب حضرموت لقناه المكلا فادي حقان. السيدات والسادة، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، وفي الختام هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
المكلا ورشة عمل لتنسيق الجهود بين الأمن والمحكمة والنيابة بساحل حضرموت. الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة لسكان مديرية غيل بن يمين. تعادل إيجابي بين شباب روكب وشباب ميفع في تصفيات أندية الساحل ببطولة كأس حضرموت الكروية. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الأكارم نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى دمتم في أمان الله.